السلام عليكم، عاملين ايه؟ صباح النور او مساء النور على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو. حلقتنا النهارده ان شاء الله لعبه معاك الشاحنات. شرح النهارده ان شاء الله للداخليه بتاعه الشاحنه زي ما انتم شايفين كده. هشرح لكم ازاي تغيروها وازاي انها تشتغل في الاونلاين وازاي تشتغل برضو في الاوفلاين. طبعا الشرح بس على الداخليه، الشاشات اللي قدامكم دي، الكاميرا الاماميه والشاشات دي في شرح تاني لوحدها لانها مش تبع الداخلية، دي متركبة لوحدها. فقبل ما نبدأ انزل اضغط اللايك المتين ومتنساش تشترك في القناة، عايزين نوصل 1000 مشترك. ويلا بينا نبدأ الشرح. مبدئيا انت طبعا عندك الشاحنة بتاعتك هتكون ما فيهاش اي تعديل، اللي هي ستوك، والشرح ده للسكانيا فقط، وهي الشاحنة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هنبدأ نخش هخش بس بروفايل تاني. قبل ما تبدأ ان انت تعمل اي تعديل عموما، لان التعديل ده صعب ان هو يتشال بسهولة، او ليه طريقة بيتشال بيها بس انا هشرحها في فيديو تاني. فانت حاول ان انت تاخد نسخة الاول للبروفايل بتاعك قبل ما تعدل. تمام، هنخش مثلا على شركة سكانيا نجيب شاحنة عشان اقول لكم بس الشاحنات اللي هينفع عليها التعديل بتاع الفيديو بتاع النهاردة. الشاحنة دي هتنفع، دي هتنفع، دي لأ لأ، دي هتنفع هتنفع، لا لا، هتنفع هتنفع، لا لا. تمام، هناخد مثلا اكبر شاحنة اللي هي اغلى واحدة نشتريها. طبعا انت خش حط التعديلات اللي انت عاوزها كلها، يعني تخش بقى انت حر، عايز تحط اي موتور اي حاجة، ركب اللي انت عايزه كله. عد الداخلية طبعا اختار اي شكل انت عايزه من الداخليات دي، لكن طبعا انا هختار اغلى حاجة. وخد بالك الدركسيون خليه يكون شمال مش يمين، عشان لو يمين هتبوظ الدنيا. ماشي خلاص، مثلا احنا اخترنا الدركسيون يمين وعدلنا الشاحنة بتاعتنا بنشتريها. نختار الجراج اللي هيكون فيه الشاحنة، اي مكان. وطبعا انت لو انت عندك الشاحنة جاهزة الشرح هينفع عليها. نبدأ بعد كده. كده احنا خلصنا جهزنا الشاحنة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، ده الشكل الداخلي بتاعها، لان احنا هنغير كل الكلام ده دلوقتي. هيتغير هيبقى الشكل جديد من الاشكال اللي انا هعرض لكم الصور بتاعتها، واختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه. قبل ما نقفل اللعبة بنيجي نعمل سيف جديد، نخش على سيف جيم نسميه مثلا اسكانيا مثلا. وخد بالك احفظ الاسم ده عشان هنستخدمه كمان شوية كده في البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه ونعدل الداخلية. هنقفل اللعبة، نبدأ في الخطوة التانية، ودي أصعب خطوة، هي صعبة شوية لكن لو ركزت فيها هتلاقي انها مفيش أسهل منها، ولو هتحفظها كمان وهتعرف انت تركب الكلام ده بعد كده لوحدك. أول حاجة محتاجين الملفين دول، هتلاقيهم في الوصف، حجمهم 127 ميجا. دي الأشكال بتاعة الشاحنات، حاطط لك أكتر من شكل لكن اللي هي للسكانيا بس. وبالنسبة للملف ده البرنامج اللي احنا بنستخدمه، نفك الضغط عنهم الاتنين ونفك الضغط عن الاشكال برضو. تمام، بنخش ناخد مثلا، هنستخدم اللون، هستخدم انا مثلا اللون الاحمر، دي الصورة بتاعته. تمام، احمر في ابيض، كل شكل هتلاقي حاطط لك صورة ليه عشان تبقى عارف انت هتختار ايه. بنفتح الملف ده ونرجع نروح ندخل في الفولدر بتاع البرنامج، بنحط الملف في الفولدر ده، وبعدين نقفل الملف بتاع وينرار. هنفتح البرنامج ده، اول حاجة بنروح على انستول، هنروح نحدد هنا البروفايل بتاعنا في محاكي الشاحنات، ونختار اخر سيف احنا عملناه اللي انا سميته سكانيا لو تفتكروا قبل ما نقفل اللعبة. وبعدين نيجي تحت خالص على سيتنج، اسف هتيجي على تول، اسف تول، وبعدين تختار سيف فورمات زائد كونسول. لازم تكون قافل اللعبة طبعا، هيقول لك سكسس يعني الموضوع نجح، وتعمل اوكي. هترجع لاول خطوة تختار البروفايل تاني، تختار اخر سيف عملناها اللي هي سكانيا، بعدين تعمل سيلكت داونلود مود، وبعدين بتروح للمسار اللي احنا فكينا فيه الملف اللي قدامكم ده بتاع الشكل الاحمر اللي احنا اخترناه او اي شكل انت اخترته، تخش في الفولدر وبعدين تعمل سيلكت فولدر. طالما جابلك الكلام ده يبقى كده انت ماشي تمام، جابلك كلام بشكل احمر وجابلك ايرور يبقى انت عملت حاجة غلط. يعني انا عملت ايه؟ انا ضغطت على سيلكت داونلودد وحددت المكان اللي فيه البرنامج وفي الفولدر اللي احنا فكينا الضغط عنه، بس بتختار جوه الفولدر، يعني بتخش جوه الفولدر. ماشي، بتخش جوه الفولدر ده، بعد ما بتخش جوه الفولدر تضغط على سيلكت فولدر،
هيكتب لك الكلام ده. تمام، كل اللي عليك بتضغط انستول مود. هتستنى بس كام ثانية كده لحد ما يخلص يثبت المود. كده المود خلاص اتثبت، هتقفل البرنامج او ممكن تسيبه مفتوح مفيش اي مشكلة، وتفتح الاونلاين عادي. نفتح الاونلاين، احنا جاهزين دلوقتي نفتح الاونلاين مفيش اي مشكلة. هنروح نفتح تراكرز ام بي، بنسجل في الايميل بتاعنا عادي خالص كأننا بنفتح عادي مفيش اي مشكلة. نفتح البروفايل بتاعنا اللي احنا عدلنا عليه بعد ما فتحنا اللعبة. طبعا احنا في الاونلاين دلوقتي وانتوا سامعين طبعا الناس عمالة تفتح وتضغط على المايك، فبنيجي نخش على ملف السيف اللي احنا عملناه، احنا سميناه باسم سكانيا. طبعا لسه التعديلات لسه ما ظهرتلناش، مجرد ما نخش هنا خلاص التعديلات كلها هتظهر بعد كده. طبعا انت مجرد ما دخلت هنا خلاص التعديل ده هيفضل موجود على طول. ده واحد بيتكلم في الاول، التعديل ده هيفضل موجود على طول في اللعبة زي ما شفته كده. طبعا هو ابيض خلاص يا ابن المتخلفة يا اخي، خلي عند امك دم يا اخي، يعني بص لنفسك. اقول لك ايه بس، مش والله العظيم. طبعا التعديل ابيض في احمر. ثانية واحدة بس نخش في النور جوه. التعديل جامد جدا، ده اللي انا اخترته الصراحة. زي ما انتم شايفين اهو التعديل اتركب مفيش اي مشكلة وجميل جدا. يعني اللي انت ممكن تعمله بقى لو حابب انت تزود حاجة تانية، ممكن تركب اضاءة داخلية او حاجة. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هبقى اعمل لكم شرح للكلام ده كله. عندكم اكتر من شكل في الوصف، هتلاقي الاصفر الازرق الرمادي الاسود فاصفر الاحمر، طبعا كلهم هتلاقيهم في نفس الملف. متنساش اللايك واشترك في القناة لو لسه أول مرة تشوفني. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام.